النهاردة تاني في سنغافورة. شوفوا هاد البلاصه هنا راه عباره على حفران، واحد من اجمل المطارات في العالم. شفت صورتي كي غطلع انتما الجو مشمس تبارك الله. كتب لي من هنا واحد الصومعه، كتب لكم فين هي فين هي فين هي هذه، كتب لي بحال صومعه. نقدر ندور نشوف المساجد عندهم كي دايرين. من الحوايج اللي لاحظتهم هنايا هما هاد الهنود، شوف فين كاسي. واو، درجه الحراره مرتفعه بزاف لدرجة أنني ما كنقدرش نتنفس. شوفوا الهنود فين جالسين. شي واقف هنايا كنتسنى ومع الصاد بزاف، كان الطوبيس واقف هنايا والشيفور ديالو بقى كيشير لي. أنا سحبت ليه واش كيقول لي جي ركب، وأنا كنقول ليه لا، قال لي لا برك برك في هذيك. عاد وأنا ننتبه لهذه هنايا، هذه كتبرك عليها مثلا مزروب ولا بغيتي تدوز كتبرك عليها ودغيا كيعطيوك أسباقية. أنت نتسنى. كاين حتى في ماليزيا وشفتها هنايا بزاف، كيعطيو أهمية بزاف للراجلين. هذا مسجد سلطان، الشكل المعماري ديالو ما شاء الله زوين. داير الوقت ديال الزيارة من 10-12 جوج للربعة، نهار الجمعة مغلق. كاين المسجد مورايا، وبالمقابل من المسجد كاين هاد البلاصه هادي معماريه زوينه. انا دابا في المطار لكن ما عنديش طياره هاد النهار، جيت خصيصا غير باش نصور لكم تشوفوا واحد من اجمل المطارات في العالم. كاينين لي فلور بزاف، إلا بغيتي تطلع الفوق كاين هاد البلاصة من هنايا تاهي. من هنا كيدوز التران لي كيمشي ما بين ترمينال 1 ترمينال 2 و ترمينال 3. واخيرا لقيت وحده من احسن القهوي اللي كنشربهم انا دائما، لاكين قهوه صينيه كاين هنايا في سنغافور. خصني نديليشارجي لابليكاسيون باش ندير الاوردر. اي واحد جا للصين ولا سنغافور خاصو يجرب هاد القهوه. انتما ها هي السميه ديالها، لاكين كافي. من الوهله الاولى كتبان هاد البلاصه عباره عن بارك، لكن هي ماشي بارك، هذه بلاصه ما بين ترمينال 1 و 2 و 3 و 4 جايه في الوسط. هي عباره عن بارك كبير فيها شوبين مول وفيها بزاف ديال الحوايج، فيها البلاصه فين كيلعبوا الدراري الصغار. صراحه بلاصه زوينه بزاف وما تسخاش تخرج منها. بالنسبه لاي واحد جا سنغافور خاصو يخص وقت خاص لهذه البلاصه هذه، تقدر تاخذ لكم حتى النهار لان بلاصه كبيره بزاف وفيها بزاف ديال الحوايج ما يتشاف. انا دابا في اخر ايطاج،
نشوف القهوة ديالي واش وجدات. ثانك يو. اه يا ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. هاف ا جود داي. ها هي القهوة ديالي. لاكين. واو شوفوا هاد البلاصة هنايا راه عبارة على حفرة هنايا. كيف الماء تحت. صراحة بلاصة كبيرة بزاف وكاين ما يدار هنا. الفكرة ديال هادي انك تجي هنا وكتصور كتاخد تصويرة وكيصورك هنا الفوق. غنجرب دابا انا نوبتي. شوف هاد البلاصة هنايا 5D الواقع الافتراضي أحسن مطار تقدر تشوفه في حياتك. هاد سكاي ترين هو اللي كيدخل في وسط ديك البلاصة اللي وريت لكم. أوا جاي